مسمار ديال التجمع كبير، خصو الدق كبير باش يدخل، خصو الوقت، لأنه مسمار كبير ويصعب على أي من كان أن يقوم بعجاجه. فبالتالي سندق هذا المسمار إلى حدود النعش. فرحان السيد الرئيس لأنه من الآن ربحنا 2026. خوتي المغاربة، هاد الناس هادو راه الأمر ديالهم ولا كيخوفنا. ملي دابا قال لك ربحوهما 2026، يعني 2026 راهي اللي غادا تكون الانتخابات. يعني هاد الناس واش كينجحوا راسهم؟ واش كيعلنوا بانهم راهما ناجحين قبل الوقت؟ ما فهمنا حتى شي حاجه. وانما هذاك المسمار ديال النعش هذاك اللي كبير وصعيب العويجاج ديالو حتى واحد ما يقدر يعوجو، هما اللي دقيتو في النعش ديال المغاربه من جميع المقاييس، ومن وحوطتوهم ساكن وبقيتو كتلعبوا بهم كيف ما بغيتو، سواء من المعيشه، سواء من التعليم، سواء من الصحه، وبديتو كديروا في المغاربه ما بغيتو، وزدتوها بانكم وليتو كتسبوا المغاربه مباشره، وليتو نتوما كتلعبوا بالمشاعر ديال المغاربه مباشره. واحد قال لك غادي يربي المغاربه، واحد قال لك حنا ناقصين التربيه، واحد ولا كيعاير بالصلاقط. اش هاد اللغه ديال العنف؟ اش هاد السياسه ديال اخر الزمان؟ هاد الشيء راه فيه بزاف ديال التلاعبات. ملي انت دابا تقول بانكم فزتوا ب 2026، يعني يا خوتي المغاربه بلا ما نمشيو نحطوا الاصوات، وانا اصلا ما كنحطش الاصوات، لاش غادي نهضر؟ انا اصلا ما كنحطش الصوت ديالي وما يمكنش ليا نحطه، وانا كنتمنى كاع المغاربه تكون عندهم هاد الفكره هذه. علاش؟ حيت ما كاينش غادي نحيدوا الصوت ديالنا النصاب وغنعطيوه للشفار، هادشي اللي غادي دير. حنا كنطالبوا باعاده احزاب جديده ولا يخليو غير الشعب المغربي الشعب منه الملك ديالو، كيتفاهم مع الملك والملك يحس بالشعب والشعب يحس بالملك، وغادي نكونوا غادي مزيانين. الملك ما يبغيش للشعب ديالو المضره، والشعب ما عمره غادي يبغي الملك ديالو المضره ولا لهاد البلاد هادي. حتى جاوا هاد الاحزاب السياسيه ولا جاوا هاد المسؤولين خلقوا الفتنه، شي خلقوا الفتنه في البلاد، ولينا مضاربين هي مع راسنا، ولينا مضاربين هي مع بعضياتنا ومع خوتنا. يعني رحنا كشعب رحنا خوت، يعني كيتملص هو من المسؤوليه وكيخليك انت مشاد مع السيكوريتي، كيتملص هو من المسؤوليه ويخليك هو مشاد انت يا مع الطبيب. كيفاش انت ما بغيتيش تداوي الناس وكذا؟ ها هو الطبيب كاين ولكن المعدات ما كاينش، ها هو المعلم كاين ولكن المعدات ما كاينش، ها هو الاستاذ كاين والمدارس ما كاينينش. اش فين غادي نزيدو؟ فين باغين تزيدوا 2026؟ فين باغين تزيدوا؟ واللي ما غاديش بنيتو لهلا يوصلوا هذيك 2026. من دابا انتم كتركبوا الرعب في المغاربه، ربحنا 2026 وانتم ربحوا بعدا 2024 و2025، ربحوا شي حاجه، خليو شي حاجه تقال عليكم من بعد. راه كان واحد فلان وكان واحد فلانه وكان واحد الحزب السياسي، وما كاين دابا الحزب السياسي اللي كيطلع سبحان الله ما كاين غير السبان والدعاء. شي راه وصلوكم الدعوات ديال المغاربه راه غادي تذوبوا، راه غادي تقاداو، ما غيبقى فيكم ما يدار. راه حشومه هادشي اللي كديروا في المغاربه، بحال حنا ما بحال ما كتعرفوناش، درتونا غير سلوم باش طلعتوا لهذوك المناصب وشتكتوا علينا برجليكم. ولكن عند الله تلتقي الخصومه الشريف، راه كل من عليها فاني. عندك حساب لك راسك غلط، ما غدي معاك حتى شي حاجه، سبحان الله الكفن ما فيه لا جيب لا شكاره لا حتى شي حاجه. غتمشي هكاك، غادني يلفوك بحال ورق العنب، غادني يدوروك وغادي تمشي، غادي معاك الاعمال ديالك الا كانت عندكم شي اعمال. هذه تحياتي.